على بعض حملة إغاثية تنظمها جمعية قرى الأطفال SOS بالتعاون مع تلفزيون سما، تهدف إلى إطعام أكثر من 15,000 مواطناً متضرراً من الأحداث والمتواجدين في المساجد ومراكز الإيواء ولدى العائلات المستضيفة لهم في مدينة دمشق. حالياً نحن عم نشتغل على مشروعين، مشروع توزيع مواد غذائية وسلات صحية للأسر المتضررة، وموضوع هو موائد الرحمن مع حملة كنا لبعض بالتعاون مع تلفزيون سما اللي هو هلأ نحن موجودين فيه لتوزيع المواد الغذائية. مصادر التمويل بتكون أفراد من أوروبا وأحياناً مؤسسات، ممكن تكون من أوروبا وممكن تكون من منظمات دولية مثل اليو إن والأوتشا. هلأ في كتير عالم انتقدت حملة كلنا لبعض، قالوا يعني ناس قالت انه انتوا عم تعرضوا الناس بصورة غير صحيحة وانتوا عم تبعدوا عن الواقع او انه عم تبالغوا فيه، شو ردك انت على هالشيء؟ هلأ نحن عم بعيد عن الواقع، نحن عم نصور الواقع، نحن ما عم نبعد عن الواقع، الواقع قاسي شوي بس هذا الواقع، انه نحن ننتقد، نحن عم نصور كرمال نشجع التانيين يتبرعوا، نشجع العالم تشوف الغيرة شو عم بيصير فيها، وما بتوقع انه هذا غلط، بيجوز الواقع قاسي بس هذا الواقع، ما عم نبالغ يعني. ومن ناحية أخرى في إطار الاستفادة من اليد العاملة الموجودة ضمن تلك الأسر، قامت جمعية قرى الأطفال SOS بتجهيز مطبخ متكامل بإشراف طهات مختصون يشرفون على عملية تحضير الوجبات وطهيها من قبل بعض تلك الأسر، لتتكون من خلالها يد عاملة منتجة تشارك في عملية التعاون والمحبة بين السوريين.